طبعا اليوم على حظنا الجو مطر هنا باسطنبول، عود ردنا نطلع يخت وهالامور. قعدنا صبح محضرين نفسنا قلنا نروح يخت، كان فجأة نطلعها لقيناها مطر. خلينا نرجع لها، فان شاء الله باكر نروح يخت. قضينا فد 4-5 ساعات هناك. احنا طلعناها انه شمس، بس ان شاء الله انه ما راح تمطر على حظنا، ونتونس بشي يعني مو 4 ساعات، من 5 ساعات الى 6 ساعات تقريبا. نتونس تجي اموت على اليخت. حبيبتي اريد مكان خالي لان بديش اروح اجرنا يخت، كانت هي ويانا. فان شاء الله باكر نستمتع. وهند بس حاليا مستمتعة بالشوربة، باكر استمتع اكثر باليخت. اكو احنا نقعد علينا وبعد ما رحنا اذا شوف سنابات راح تعرف. هذا حال النبات، مقضيها بيض بشوربة عدس. هاي تمشي وتدوخ لين ما تاكل لحم. ما ادوخ ليه؟ ها متأكدة؟ من شان راسي يوجع الصبح. حبايبي الناس اللي موجودة بأربيل جايب لكم خبر كلش حلو. أي شخص عنده موهبة التمثيل حاب إنه يمثل على يعني برنامج كلش قوي أو أي شيء، عنده هاي الموهبة، أوكي راح أحط لكم رقم تتصلون عليه. شباب وبنات يستقبلون، راح يسوون كاستنج، يعني تروحون تمثلون قدام لجنة وراح يختارون من عندكم مجموعة راح يدخلون بعمل كلش قوي. ممكن تكون بداية لأي شخص عنده هاي الموهبة إنه حاب يمثل من بداية كلش قوية، راح تكون بهذا المكان، أوكي؟ فراح أحط لكم رقم تتصلون عليه وهم يحددون وياكم تفاصيل الوقت والمكان وكل شيء. هذا الرقم راح أحطه بعد هذا الفيديو، أو هو موجود هنا راح أحطه بعد هذا الفيديو همين. بنات هذا الفيتامين سي اللي استخدمته من بايوفين. الحلو بيه انه نسبة الفيتامين الموجودة بيه هي نسبة 27%، فتعتبر انه هذه النسبة كلش عالية. ينطي نعومة للبشرة، يقلل من الخطوط الناعمة اللي تكون بالبشرة، ينطي نعومة، ترطيب عالي، ينطي نضارة. من بعد 4 أسابيع من بعد الاستخدام، بأربع أسابيع تقريبا تشوفين الفرق. تستخدمين بالليل، طبعا هو يستخدم مرتين باليوم، بس أنا بصراحة استخدمه فقط بالليل لأنه أنا الصبح أحط ميكاب من أطلع. حتى إذا تستخدمين قبل الميكاب فلازم تستخدمين ويا واقي شمس، بس أنا بصراحة يعني استخدم واقي شمس وبعده ميكاب. فهذا الفيتامين سي استخدمه فقط بالليل قبل ما انام كل يوم. الرول هم جايبتها وياي طبعا مالتها من استخدام. من راح ياكل وياي؟ اني ما يطلبها بس ياكل وياي. اني بس ما جايب لي خاشوقه بس تاكلها. ابي تشطل زين. قول لي هلو. نصر عليها الليمونه. اوكي اللي يريد بروتين يعني يعصر على الشوربه ليمونه. الله والله والله ما تدرين بيها؟ ايش قد حلوه ما تدرين بيها لو ما ادري لان بسيطه المعلومه عين. والله
يعني كل ما أقول هاي آخر مرة أخذ تيشيرت الديزني كافي صار عندي هواية ألقى بعد أحلى من اللي أنا ماخذتهم، ومتأكدة أريج إذا راح تشوف هذا السناب راح تنجلط لأنه تقول لي هواية 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 عندك من هاي التيشيرتات هند. بس أريج شايفة هذني لما نوصل، واليوم راح نوصل لم الثاني أنص شنو ألم النص الثاني قبلين. هذا الصيف اديداس مدلعين البنات كلش، يعني الاشياء اللي جايبيها الالوان تجنن. شوفوا اللون الثاني، هاي الالوان الصيفية لاديداس الجديدة، هاي النيو كولكشن يعني خرافية. حتى الشوز لقيت وردي كلش حلو، ورديات أنا أحب الوردي كلش. سلام صباح الخير، خلي أشوفكم هاي الجنطة كل شيء أحب، خلي أشوفكم الأغراض اللي بيها. عندي هذا التان على أساس اليوم إنه دا نروح بحر يخت العفو، فللأسف ما صارت لأنه الجو مغيم وخفنا نروح. وهذا الاختراع الثاني أكيد لازم يكون وياي، الواقي الثلج على الوجه اللي اختراع كلش مهم وعظيم بالنسبة لفصل الصيف وخصوصا بالعراق. هذا الثلج على الوجه من تخلوه، أكو بنات يسألوني يقولوا لي بس يعني لما نخليه يصير بارد ووراها من نطلع عادي؟ لا، يبقى وجهكم بارد وانتوا برا، يعني هو هذا المغزى من عنده، لما تطلعون وجهكم يبقى بارد ثلج قطعة ما ثلج وانتوا طالعين ومخليه. هلاو صباح الخير، هسه اشوفكم اني ووجهي واصبح عليكم. شعري كلش مخربط، هسه راح اروح صالون اسوي. خففت حواجبي البارحه بالليل، نظفتهم بالملقط. شوفوا اني حواجبي بس انظفهم بالملقط، يعني ما احفهم ابدا، ما احب الحاجب الخفيف الثخين، يعني ينطي براءه للوجه او ينطي شكل طبيعي اكثر واصغر. ما احب هالقد خفيفات، بس هذول بالميك هاي شغلة. ها قلت لكم بالميك اب هذا يبين الحاجب كلش حلو، خصوصا من الماسكارا هيك. المهم بعد تدرون شو اريد اقول لكم، اريد اماكن يعني تنصحوني بيها باسطنبول اروح لها. اوكي بصراحة باسطنبول اكثر مكان احبه، رايحة لجزيرة الاميرات. يلا بالله بقى صوت ما السيارات دقيقة، وهذا كلش خفيف ست الشباك. تمام بعد اريد اماكن مال ونسة هنا أنا باسطنبول، هاي شغلة. لأن أنا الأماكن اللي أحبها جزيرة الأميرات وراحت لها وشايفتها، وأحب اليخت إنه واحد يأجر يخت ويستمتع به، هذا راح نسوي. أوكي غير هذا من نعرف، وراح نروح هيفا فينيسيا مول. فينيسيا مول هذا كلش حلو، شفته ما رحت لاني قبل بس هيفا شوفتني كلش حلو. راح نروح لليوم. بعد شنو عندنا اوبشن؟ ها ونروح نتريق يم جسر البسفور. غير المكان اللي دا اقول لكم عليه، سيريار اللي صاير مطعم اسمه نزيه، صاير يم جسر البسفور. هذا المكان هم كلش حلو، اللي يروح يتريق هناك الاجواء تجنن من الصبح، وما الريوق وما الصور وما يعني متعه كلش. غير ذني الاماكن ما نندل، غير ذني الاماكن ما راح نشوف ولا راح نروح، لانه كل شيء ما ندل هنا عدا ذني. فاللي عنده مكان حلو باسطنبول، خصوصا انه احنا نريد يعني ما ادري اذا اكو فد منتجع حلو، اذا اكو فد بعاني شحب احب هيك على واء، اذا اكو قريه مثلا نروح لها فتشي هيك مكان يعني متعه ويعني كلش بطبيعه، عرفتوا قصدي؟ وشوفوا انتم اي شيء اي شيء اي شيء عندكم قولوا لنا حتى نروح له ونشكركم. سو هسه ايش راح سوي؟ راح اطلع فراح ابلش اول شيء اخلي هذا الواقي، استخدام الواقي هذا شلون. اول شيء شوفوا هسه نبلش هذا الواقي، بعد شو نسوي؟ 1 2 3 متفقين؟ هذا الثلج راح نخليه على الوجه، هذا واقي ما الشمس كلش بارد على الوجه، اسمه ايس شيلد. يعني هذا الواقي اذا تخلوه وانتم طالعين بجو حار وجهكم قطعه من الثلج وطالعين بها برا، بنفس الوقت هو بديل فاونديشن، يعني ما يحتاج ان تخلون فاونديشن. تعرفون
بالصيف ما نحب نطلع ونخلي دائما فاونديشن، فاني اليوم راح اخليه بس هو، لان يعني اريد اطقطق صور. باعوا فاونديشن وواقي. الله ثلج، مستحيل هالبروده هاي. عز 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 عبالك جايبه قطعه مال الثلج وذا طبطب بيها على الوجه، والحلو انه الوجه يبقى بارد حتى من تطلعون هسه. يعني لا راح اخلي فاونديشن ولا شيء، هذا الواقي كفيل بانه انا اطلع. خليت السان بلوك، بعد ما يحتاج انه اخلي فاونديشن، خلاص وجهي يعني ترتب وكانه مخليه فاونديشن اني طبقه بسيطه وخفيفه وكافيه الجو الصيف، بنفس الوقت اني وجهي قطعه من الثلج بارد واني مخليه واقي. اضافه لهذا انه هذا السان بلوك يعالج حبوب الشباب، اذا احد عنده حب شباب فهم يفيده من يستخدمه، ويصفي البشره ويقلل يعني يقلل افرازات الدهون. يعني هذا هم يعالج البشره وهم واقي وهم فاونديشن، عرفت شلون؟ يعني بي معالج. اضافه لهذا انه هذا السان بلوك ما تخلوه كل ساعتين تجددوه، كل 5 ساعات، وحجمه ده تشوفوه كلش زين، فما راح يخلص يعني بسرعه، لانه ما يحتاج يجدده هوايه، ما يحتاج انه ها حجمه يعني كلش زين. هسه انزل لكم نقاط البيع مالته. يحتاج انه اعدل الواقي، يعني اوزع زين على الوجه وخلص. يجنن يجنن، خصوصا اللي بالعراق يعني احنا الجونة يجنن. بغداد الحر، حتى اربيل النار. تدزوا لي اماكن هنا باسطنبول اروح لها. ها ونندل تقسيم طبعا نسيت اقول لكم، ورحنا له وها هي فضت، راحت خلصت السفره، فانقذونا. ها هي شلون واقي وشلون فاونديشن، يجنن، اختراع خيالي احبه هواي. ايس شيلد. اصور لكم اياها دائما، فدائما العالم يقول لي وين هذا، منين بدك تشتري، وين موجود. ستيك دجاج، ماش بوتيتوس، خضار سوتيه. هذا العنوان، اربيل MRF عمارة 5 بالقرب من ذا ماركت، التوصيل مجاني. هذا رقمه، هسه احط لكم صورة. طبعا هم بالمطعم عندهم اشتراكات يعني شهري، ممكن تطلب تسوي جدول يعني مثل ما انا مسوي، او تطلب مثلا انت بتريد فد وجبة معينة. المرة الجاية انزل لكم المنيو مالتهم، اذا تريد تطلب وجبة وتتصل عليهم يوصلوا لك اياها البيت. وطبعا هو موجود في اربيل فقط حصرا، هو موجود باي محافظة ثانية بالعراق، ويوصل لكل انحاء اربيل.